ما نفكش فلوس ما ترجع لينا الفازة دار الإشهار وهذا عيب وهذا عار أكثر من 1000 ضحية اللي مشات ضحية هذا النصاب محمد الوردي أو ما يسمى بمشروع الوهمي لدارنا. لن أتكلم اليوم عن الأضرار المادية، فمعروف أن هناك ضرر مادي كبير أكثر من 70 مليار. هذا ما صرحت به وسائل الإعلام مؤخرا، ذهبت هباء منثورا وتبخرت في الهواء. لكن اليوم سأتكلم عن جانب آخر، هو الجانب الاجتماعي وتداعيات هذا المشكل الخطير، تداعيات هذا النصب على العائلات، حيث أن هناك مأساة في كل أسرة وهناك ضحايا مرضى بالسرطان. تنعرف شخصيا سيدتين من وحدة في الخارج مريضة بالسرطان وتعيش أيامها المعدودة، وكان حلمها الوحيد هو أنها تحصل على عقار داخل المغرب تخليه صلة الوصل بينها وبين أولادها وبين وطنهم. خافت السيدة أن ترحل بدون أن تترك هذا العقار لأولادها، وهي الآن تجري ما بين الخارج والمغرب في من أجل تحصيل أموالها المنهوبة. صحيح أن القضية في أمام أنظار العدالة، لكن إحنا بغينا نشيروا لهذا الجانب الاجتماعي. تنمرجو تسريع الوتيرة مسطرة قضائية، لأن هناك عائلات فعلا وصلوا إلى على حسب المعلومات ديالنا وصلوا إلى حالة تشرد، هناك عائلات وصلوا إلى حالة طلاق، هناك مشاكل اجتماعية، هناك أمراض نفسية، هناك أشخاص لم يعلنوا بعد عن تضررهم لأنهم مصدومين مصدومين مصدومين. لكن نحن واقفين أقوياء، فهناك أشخاص ضعفاء ما زالوا يقبعون في بيوتهم ينتظرون الفرج ولا يستطيعون حتى مواجهة الكاميرا أو تصريح بأنهم تعرضوا للنصب والاحتيال.